متعلق بالقانون النقدي والمصرفي رقم 23/09 موضوع خصوصية ممارسة النشاط المصرفي النقدي والمصرفي في القانون الجزائري. بالتالي إشارة فقط، عبارة خصوصية سقطت سهوا من عنوان المداخلة. بالتالي العنوان الصحيح هو خصوصية ممارسة النشاط النقدي والمصرفي في القانون الجزائري. في القانون الجزائري لماذا وليس في القانون النقدي والمصرفي الجديد؟ لأن عملية ممارسة النشاط النقدي والمصرفي في الجزائر تتدخل فيه العديد من النصوص القانونية، القانون التجاري، القانون المدني، قانون الاستثمار المرجعي، بالإضافة إلى القانون النقدي والمصرفي رقم 09 أو عفوا القانون رقم 23/09. دونك عملا بنص المادة الثانية من القانون التجاري يعتبر العمل المصرفي عملا تجاريا بحسب الموضوع، وبالتالي فإن عملية ممارسته لا تخضع لشروط استثنائية أو لشروط غير مألوفة. هذا الواقع. لكن عملية ممارسة النشاط المصرفي قام المشرع الجزائري بإيراد شروط عديدة وإجراءات معقدة من أجل القيام به، وكذا ضرورة الحصول على تراخيص أو الموافقة المسبقة من الهيئات المتدخلة في القطاع المصرفي سيما المجلس النقدي والمصرفي. بالتالي أصبحت عملية إنشاء البنوك والمؤسسات المالية عملية مرهقة جدا بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، وهو ما أدى إلى نفور هؤلاء المتعاملين من هكذا نشاط اقتصادي. هذه المعاملة الصارمة والمتشددة على ممارسة النشاط المصرفي تم تبريرها في كون أن النشاط المصرفي نشاط حساس يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام العام الاقتصادي، كذلك يرتبط بمدخرات الأفراد ومختلف الكيانات الاقتصادية للدولة، وبالتالي فأي أزمة أو أي أزمة تمس النشاط المصرفي ترتد لا محالة على مجمل الحياة الاقتصادية في الدولة. غير أن حرص المشرع على هذا النوع من النشاطات والقيام بهذا النوع من النشاطات قد أثر سلبا على حجم البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة في الحقل الاقتصادي، وهو الأمر الذي أثر على التنمية المحلية. ذلك أن الهدف من تشديد أو إيراد شروط وإجراءات معينة للقيام بالنشاط المصرفي ليس الهدف منها الحد من حجم هذه المؤسسات، وإنما حماية مدخرات الأفراد، وهو الأمر الذي طرحنا أو الذي دفعنا إلى طرح التساؤل التالي حول مدى توفيق المشرع في الموازنة بين خصوصية وحساسية القطاع المصرفي وبين حماية مدخرات الأفراد. بالنسبة للإجابة على هذه الإشكالية وهذا التساؤل، قسمنا المداخلة إلى قسمين. تطرقنا في القسم الأول إلى كثرة الإجراءات والشروط الواجب توفرها لممارسة النشاط المصرفي، وفي الشق الثاني أفردناه إلى الرقابة المتشددة والصارمة التي يمارسها على المتدخلين في القطاع المصرفي. بالنسبة للإجراءات والشروط الواجب توفرها، أنا بالنسبة فقط كإشارة، المشرع الجزائري أفرد شروط فقط للولوج إلى النشاط المصرفي، وكذلك شروط أخرى للممارسة الفعلية للنشاط المصرفي. فلا بد من توفير حد أدنى من رأس المال، الصفة الأخلاقية للأفراد، أن تفرغ المؤسسة المالية والبنك أو فرع لهما أو مختلف الأشكال التي نصت عليها أو نص عليها القانون الجديد، لا بد أن يفرغ في شكل شركة مساهمة، كذلك أن يتم قيدها في السجل التجاري. هناك إجراءات أخرى تمثل في كل من الترخيص والاعتماد، وكذلك شهادة المطابقة بالنسبة للمصارف الإسلامية. بالنسبة للترخيص، طريقة أو شكل الترخيص يتم بناء على المادة أو كما هو موضح في المادة 89 من القانون 93/09، وكذلك من النظام 3 أو المادة 3 من النظام رقم 24/01.
يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها. يتم الحصول على الترخيص بناء على طلب مرفق بملف نصت عليه المادة 87، يحتوي كذلك على نتائج التحقيق بالنسبة لنتائج تحقيق للأشخاص المسيرين القائمين على تسيير البنك أو المؤسسة المالية المراد تأسيسها. بالنسبة للملفات المكونة الوثائق المكونة للملف لم يتم ذكرها من طرف النظام رقم 24-01، يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها. الطلب يوجه من طرف المعني بالأمر إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي الذي يقرر إما بمنح الترخيص أو برفضه. في حالة رفض الترخيص يتم الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة. هذه من بين المستجدات التي أتى بها القانون الجديد أو القانون المصرفي والنقدي الجديد، أن هذا استجابة للانتقادات التي وجهت سابقا للطعن أمام مجلس الدولة، أن الطعن أمام مجلس الدولة أدى إلى تراكم الملفات أمام هذه الهيئة، وهو الأمر الذي عرقل تأسيس الكثير من البنوك والمؤسسات المالية. في حالة قبول الترخيص لهم مدة 12 شهراً من أجل التقدم بطلب الاعتماد. فهنا نلاحظ ازدواجية الرخصة، يعني عندنا ترخيص وعندنا اعتماد، وبالتالي على المشرع الجزائري إعادة النظر في هذه الأمور وأن يقوم بحذف الإبقاء فقط على الرخصة أو الاعتماد من أجل المزاولة الفعلية للنشاط المصرفي والمالي في الجزائر. في الأخير نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أتى فعلا أو قد قام بتدارك النقائص الموجودة سابقا في قانون رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، من بينها الجهة المختصة في الطعون في القرارات الصادرة عن المجلس النقدي والمصرفي. كذلك بين النقائص التي يمكن ملاحظتها في القانون الجديد وعدم تحديد آجال معقولة للرد على طلبات الترخيص المرفوعة من المتعاملين الاقتصاديين. شكرا. نعم، شكرا للدكتورة رضوان سلوى على هذه المداخلة. مباشرة طالبة